ذكرى النكبة في الأراضي المحتلة، انهيار غير مسبوق واعترافات مهمة من قادة إسرائيل، وانهيار يشهد الاحتلال لم يبر به منذ بداية الطوفان. صدمة شديدة، الإعلام ازاي هنحتفل واحنا كل شوية نستقبل أنباء القتلى والمصابين؟ ماذا يحدث؟ الحوادث الصعبة بتزداد في ذكرى النكبة. على سبيل المثال الصحفي نير دفوري: תמנו פותחים איתך צהל מרחיב את הפעילות ברצועה, נערך להעמקת הפעולה ברפיח, שתי תקריות היום שבהן נפצעים 14 חיילים, ארבעה במצב קשה. ניר. כן, זה נכון מאוד אופר, אנחנו בעצמאות תחת אש, רואים את הירי בצפון, ירי בדרום, והרחבת הפעולה של צהל בתוך רצועת עזה. למעשה בתוך הקרבות הללו ארבעה חיילים שנפצעו קשה, עוד אחרים בדרגות פציעה שונות. אנחנו רואים את חטיבת הצנחנים שמצטרפת היום לפעולה בתוך ג'באליה, כבר שלוש חטיבות שפועלות שם. צהל נכנס כבר לתוך... قال لك استقلال ايه اللي تحت الصواريخ؟ انا عمري ما شفت ذكرى استقلال تبقى تحت الصواريخ، ده احنا بنضرب شلاليت وبتاع. الجنرال العازر تشايني قال ان دي اصعب ذكرى بتمر عليه، وانه غير مصدق لما يحدث، ده اصعب يوم في ذكرى النكبه، لم نمر بمثل تلك الاوضاع على الاطلاق. يوم ذكرون بيوم العصموت اكشه بيوتر شعرتي اني ك אזרח המדינה הזאת, כחייל הייתי 40 שנה בצבא. שני ימים מאוד מאוד משמעותיים וקשים עברו על המדינה הזאת. אני חושב שנכון לעכשיו, מצבנו הוא כזה שאנחנו צריכים להיות, קודם כל, אנחנו צריכים שתהיה לנו מנהיגות. אני מחפש את המנהיגים שידברו ישירות אליהם. אתם יודעים, נפגשתי בימים האחרונים עם לא מעט אנשים. יש שתי מילים עם סימן שאלה אחריהם שכל האנשים שואלים. מה יהיה? הם מבקשים שאני אתווך את זה, לאנשים שצריכים לקבל אחריות, להיות המנהיגים שלנו, ולהגיד לנו מה יהיה ישירות לפנים, בצורה ברורה וישירה. רئيس أركان جيش الاحتلال هرتز هيلبي ظهر بشكل أنا عايز حضراتكم تحكموا عليه، لو قلت لك ظهر بشكل منهار احكم أنت. ظهر بهذا الشكل ليعلن للمستوطنين مسؤوليته في ذكرى الاستقلال، مسؤوليته عن الفشل الذريع الذي يعيشوه الآن. גם ביום הזיכרון הזה, הרמטכ"ל וראש השב"כ, בוא נגיד, הם בדרגה אחרת בהתנסחות ובלקיחת האחריות האישית. אני הוא המפקד ששלח את בניכם ובנותיכם לקרב שממנו לא שבו ואל העמדות שמהן נחטפו. אני נושא איתי בכל יום את זכר הנופלים, ואני אחראי לענות לכם על השאלות הנוקבות המדירות שנעה מעיניכם. אתה מתחיל חדרייק, ده رئيس أركان جيش الاحتلال في ذكرى النكبة اللي بيسموها ذكرى الاستقلال يظهر بهذا الشكل. الفيديو من جديد لو سمحت يا عبد الله. مش גם ביום הזיכרון הזה הרמטכ"ל וראש השב"כ, בוא נגיד, הם בדרגה אחרת בהתנסחות ובלקיחת האחריות האישית. אני הוא המפקד ששלח את בניכם ובנותיכם לקרב שממנו לא שבו ואל העמדות שמהן נחטפו. אני נושא איתי בכל יום את זכר הנופלים, ואני אחראי לענות לכם על השאלות הנוקבות המדירות שנעה מעיניכם. الناس كانها قاعدة في عزة. شايف البادي لانجوج ده التربيعة دي علامة العجز. رئيس الشباك ظهر ايضا بشكل منهار، احنا غلطنا ووضعنا صعب والناس كانت واثقه في اجهزتها الامنيه لكنها للاسف فقدت الثقه. رئيس الشباك: كلنا مرجشين شت اوتا سميحات بتخون شتמיד اتغينا بها لو اצלחנו לספק לעם ישראל ב7 באוקטובר. كلنا مرجشين تفسفوس את התחושה שיכולנו למנוע, וכראש הארגון האחראי על פעילות הארגון אני מרגיש את זה אולי יותר מכולם. كان في صدمة كبيرة داخل الاحتلال من الصواريخ ومعرفة المقاومة موعد المسيرات. كان في صدمة كبيرة، اللقطات التاريخية اللي عرضتها لحضراتكم لما الناس نامت على بطنها، كانوا رايحين مسيرة العودة لغلاف غزة، المقاومة اصطادتهم كله نام على بطنه. الصحفي نعم أمير كان في صدمة
كبيرة جدا ويصف تلك اللحظات. אולי נראה את התמונה הזו על המסך של תושבים שמשתתחים, צריך לומר, בזמן צעידה למען ההתיישבות בעזה, למען החזרת ההתיישבות היהודית בעזה. חמאס יורה טילים לעבר סדרות, וזו התמונה שאנחנו מקבלים היום, נועם. נכון, תמונה לא נעימה, בטח לא ביום העצמאות ה-76 שלנו, ובטח לא אחרי 7 חודשים, שצהל באמת עשה עבודה מאוד 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 משמעותית ברצועת עזה. العمليه الامنيه الاكبر اللي بيتحدث عنها جيش الاحتلال انها الاكبر منذ بدايه الطوفان كانت في جباليا. دي معلومات لم تنشر. 40 قتيل وجريح الان في جباليا. انا غير ارقام ال 28 وال 50 اصابه. 40 ما بين قتيل وجريح، ما اعرفش عدد القتل. الجرحى ذهبوا لثلاث مستشفيات. الرقم مرشح لتزايد من 40 ل 60. المقاومة كانت مفخخة مباني، تفخيخ مباني في جباليا. 40 ما بين قتيل وجريح، دي الحدث الأمني اللي أعلن عنه جيش الاحتلال ولم يعلن عن تفاصيله حتى اللحظة. الجرحى مالوا 3 مستشفيات، هناك جرحى قطعت أوصالهم. نرجع لذكرى النكبة، صدمة من الصواريخ كبيرة جدا. نعم أمير بيقول لك المقاومة بتلعب بينا ونحن في خذلان كبير. אז יש אכזבה גדולה, ואפשר להבין אותה, וזו באמת אכזבה גדולה, כי היינו צריכים לפחות לנטרל את אחד האיומים המשמעותיים. לצערנו הרב, חמאס משחק בנרטיב הזה היטב, ולא בכדי הוא משגר לאותם אזורים, הוא עוקב אחרי כלי התקשורת, גם ברשתות, הוא רואה בדיוק איפה יש אירועים גדולים, והוא מכוון לשם, בדיוק בשביל התמונות האלה, אפילו פחות בשביל לפגוע. נועם וודו אסעב מן ראיס השבק ווזיר הדפע. الوضع العالمي كمان للكيان في جنون اسرائيلي غير مسبوق. صحيفة بوليتيكو الأمريكية يوروفيجن سقطت في امتحان غزة وضحت بشعار الموسيقى توحدنا من أجل إسرائيل. فشل هذا الشعار. المسابقة اللي حاولوا يخلوها دعاية لإسرائيل وتحسين صورتها زي ما بيعملوا طوال السنين الفائتة، لكن السنة دي الوضع غير. إيدن جولان المغنية الإسرائيلية كانت المفروض بتشارك في يوروفيجن، قُبلت بردود فعل صادمة من الجمهور ومن المشاركين. هعرض لحضرتك أول حاجة ردة فعل الجمهور معاها وهي طالعة تعمل بروفة على الأغنية قبل أدائها في الدور النصف النهائي. شوف الجمهور كان رد فعله إيه. بوظولها البروفة. ده كان يوم تصوير الأغنية اللي داخلة بيها المسابقة. على فكرة حطوها في التصويت في المركز الخامس بتصويت الفرق الأوروبية. هتافات فلسطين كانت محاصراها هي والفريق معاها في كل البروفات والتحركات. ده مشهد من زاوية أخرى أثناء بروفة الأغنية. الجمهور في اليوم الأخير والنهائي للمسابقة، اليوم اللي بتصوت فيه بتم التصويت على الفائزين، وقت لما جه الدور على المطربة والتصويت للفائز اتعامل معاها الجمهور بالشكل ده. وفي البث المباشر للنتيجة النهائية للمسابقة، اللقطات اللي معرفوش يشيلوا منها ولا حاجة ولا يمنتجوها زي ما منتجوا الأغنية بتاعتها وشالوا منها صفارات واستهجان الجمهور. شوف اللقطات دي انا جايبها لك من البث المباشر للحفلة. المشهد التاني اللي هوريه لك في اللقطة اللي جاية يوريك رعبهم من الجمهور اللي بقى ضد اي شيء تبع هذا الكيان في اوروبا، وازاي بيتعاملوا مع جيش الاحتلال او اي حد بيمثله. شوف المشهد الاول ده، المسابقة السنة دي اتعملت في السويد. شوف كمية قوات الحراسة السويدية وهي بتأمن المغنية الإسرائيلية إيدن جولان اللي عندها 20 سنة وهي رايحة بروفا المسابقة. ده تأمينها من الفندق لحد القاعة عشان تتأكد من اللي قلته لحضرتك، أن الرواية الفلسطينية والسردية تكتسح وأنه لن يعود أمان للمنتسبين لهذا الكيان في أي حتة في العالم. أدي أوروبا، وفين السويد اللي اتحرق فيها المصحف كم مرة؟
متخيل حضرتك؟ يعني الموكب ده انا لو وريته لحضرتك اصلا مش هيبقى الرئيس السويدي ما بتعملوش موكب زي كده. ده رئيس كلب من كلابنا اللي بيحكمونا كده، موكب غير طبيعي. ليه؟ لان كل التقارير اللي جايه لهم بتقول انه في خطر عليها والجمهور هياكلها. متخيل الوضع بواصل لايه؟ دي لرئيسة ولا مسؤولة في الخارجية، دي مجرد مغنية. وفين في اوروبا؟ وفين في السويد بيأمنوها التأمين ده كله؟ ده حتى الصحف اللي نشرت الحكاية بتقولك ان كان في طيارة هليكوبتر فوق عشان تأمنها، مش مكتفين بالتأمين الارضي. من كتر رعبهم يقوم 100 ضابط شرطة سويدي بتأمين المغنية ايدين جولان البالغة من عمر 20 سنة بين الفندق الذي تقيم فيه ومالمو ارينا قبل مسابقة الاغنية. وبصرف النظر عن القافلة الطويلة من المركبات، يمكن سماع طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوقها. حاولوا بكل الاشكال ان المسابقة تكون دعاية للاحتلال. الشعارات الرسمية ان الغنى ما يدخلش فيها سياسة، لكن ده عشان يقصوا بيها اي حاجة متعلقة بفلسطين. انت شفت لما حصلت الحرب بين اوكرانيا واجتياح الروس الاوكرانية، اوكرانيا كان اللعيبة بتنزل والمغنيين بيعملوا بناء على اوامر مشددة، صح؟ دلوقتي قالك ايه؟ ما ندخلش السياسة في الغنى عشان يقصوا اي حاجة لفلسطين، انما يحاولوا يدعموا جيش الاحتلال. اهي خربت فوق دماغهم. حرب الروسية الاوكرانية عادي اي حد يتكلم عنها ويعمل اغاني، لكن فلسطين يبقى الموضوع سياسي. العقاب في مسابقة الاغنية الاوروبية ما كانش من الجمهور بس، المشاركين كمان في المسابقة كان ليهم موقف. المشاركين كان ليهم موقف. يوم الختامي انسحب الايرلندي. حقيقة ايرلندا ليها اداء فوق الرائع حقيقة منذ بداية الطوفان. حقيقة ايرلندا دولة عانت من الاحتلال وقعدت عشان تتحرر اكتر من 600 سنة اذا الذاكرة ما خانتنيش، ففهم تماما قيمة يعني ايه ارض محتلة. انسحب الايرلندي بامبي ثوغ من العرض امام جمهور 10,000 شخص بسبب توترات مع الاذاعه العامه للاحتلال. وفي نفس الاداء قاطع المتسابق الفرنسي اغنيته للدعوه لانهاء الحرب قائلا: نحن بحاجه الى ان نكون متحدين بالموسيقى، نعم، ولكن مع حب السلام يا فجر. في الساعات التاليه انسحبت كل من الثانيه في مسابقه العام الماضي اللي كانت واخده الوصيف الفنلنديه كاريجا، وصاحبة المركز الرابع النرويجية إليساندرا من البث الذي افتتح بعد ذلك بصيحات الاستهجان التي ترددت أصدقها في الساحة عندما صعدت إيدن جولن الإسرائيلية ممثلة دولة الاحتلال على المسرح. على المسرح على النقيض من الموقف مع مغنية الاحتلال في المسابقة، فرق كبير بين التعامل الرسمي وتعامل الجمهور. وشوفنا الفرق مع بالتعامل مع المغنية الإسرائيلية. هذا الفرق أيضا كان موجود مع المغني السويدي من أصل فلسطيني بريك سعادة. حط الكوفية الفلسطينية حوالين إيده وهو بيغني في نص النهائي في المسابقة. ساعتها قامت الدنيا ساعتها قامت الدنيا وما قعدتش، لكن الجمهور رسميا قامت الدنيا وما عادتش رسميا كده. بندخل السياسه في الغنى. عفوا، اسف جدا. لكن الجمهور تفاعل مع المطرب ذو الاصول الفلسطينيه بهذا الشكل. الشعوب اتغيرت. يوم 6 اكتوبر ما كانش فيه 2 بيتكلموا على القضية الفلسطينية. ما تبقى من ممن لم يطبع من العرب كان قاب قوسين او ادنى من التطبيع. لكن سبحان ربك الذي يغير ولا يتغير. كان في قصة مهمة جدا تقدروا تشوفوا منها الابداع اللي بيعمله الطلبة والنشطاء الأجانب الداعمين لغزة في أوروبا وأمريكا. عرضت أزياء عالمية على غرار نعمة شفيق كده تسببت في موجة كبيرة جدا من الاحتجاج والغضب وخسارة ملايين المتابعين لمعظم المشاهير في أمريكا وأوروبا. والغضب وصل لمشاهير الوطن العربي.
ايه القصة والحكاية؟ تعال نعرفها مع بعض. القصة بدأت من حفل الميت جالا، حفل للأزياء وكده، بيحضر فيه فنانات ومشاهير وعارضات أزياء. اديتكم لمحة عنه. خرجت واحدة اسمها هالي بالي خليل، هالي بالي خليل، عارضت أزياء أمريكية، وقالت كده عن النشطاء اللي بيدعموا غزة. Let them eat cake. He took the bomb. Let them eat cake. He took the bomb. Let them eat cake. He took the bomb. Let them eat cake. خليهم ياكلوا كيك. النشطاء الامريكان الداعمين لغزة قالوا لها احنا ناكل كيك؟ طب والله والله لنجيب حساباتكم الشخصية الارض. وانطلقت حملة كاسحة ضد المشاهير، مش ضد هالي بس، ضد المشاهير الصامتين على المذابح التي تحدث في غزة. نحن من لمعناكم وسنطفئكم. وبالفعل ده اللي حصل. مقاطعة المشاهير، جمهوركم لمع نجمكم ويستطيع اطفائه. فيديو هالي بالي تسبب في كابوس، كابوس جارف حط على راس معظم المشاهير الاجانب. الكارثة على المشاهير في الحملة دي انها مش قائمة على الغاء المتابعة بس، لا، عمل بلوك. انت هتفتكر ان ده شيء عادي، لا حضرتك، ده عمل خسارة كبيرة جدا في الإعلانات اللي بيعملوها. ما انت حضرتك، انا النهاردة، لا سيبك مني، انا ما حدش بيعلن عندي اصلا خالص لانه بيخافوا، بس انت اي حد يعني، يعني احنا بفضل الله عندنا اكتر من 22 مليون متابع، لكن ما حدش بيعلن عننا. ليه؟ لان انت عارف احنا زي الوبا كده، كله بيبعد عنه. لكن لما بيكون عندك هذا العدد من المتابعين بتجيلك الشركات عشان تعلن عندك بناء على ايه؟ على عدد المتابعين. فلما انت تلغي المتابعة وتعمل بلوكات، اجي النهاردة انت كان عندك 4 مليون، بديك في الاعلان 40,000 دولار مثلا مثلا، فلما يبقى عندك 2 مليون هديك في الاعلان 20,000 دولار. واخد بالك؟ خسارة كبيرة جدا حصلت له. الحملة مقاطعة المشاهير دي طلت نجوم كرة ومطربين وعارضات ازياء ونجوم اعلام وغيرهم من اللي سكتوا على اللي بيحدث في غزة. وفي ساعات قليلة فقدت حسابات المشاهير ملايين المتابعين. حملة عبقرية كان بطلها الشباب الأجنبي، وفي القلب منهم الجيل الثاني والثالث من ولادنا اللي بقول لحضراتكم عليهم، واللي تربوا خارج أراضينا الموبوءة، الموبوءة بالظلم. You've been a little quiet from your mansion. 2, Drake, sell a Lamborghini and maybe we'll take you off. And 3, honorary mention, Hailey Bieber, Nepo baby, blocked. قالوا عليهم شغل من نار. العدوى الجميلة دي وصلت للعرب؟ اه. قلدناهم بس مش مشكلة، التقليد في الحكاية دي حلو. الحملة وصلت للنشطاء العرب لتأديب كل اللي ساكتين على أحداث غزة وكل اللي تخلوا عن غزة. وفي مشاركة متواضعة مننا في برنامج مع معتز، دي القايمة الأولى من الأسماء. لما اتكلمت على الموضوع ده اديت لحضراتكم طرف الحكاية يعني من يومين، في حد سألني، شفت التعليق قدرا، انه رشحونا الأسامي اللي نقطعها. دي بعض الأسماء اللي بطلب حضراتكم، ملايين بيشوفونا على شاشات التلفزيون، في أكتر من 18,000 على البث المباشر دلوقتي في اليوتيوب. أنا بطلب من حضراتكم انكم تقطعوا تلك الاسامي، ده واجب بسيط ما فيهوش اي ضرر، مش هيصيبك باي حاجه، حدش، ما فيش جهه امنيه هتصل ليك. بالله عليكم اسامي دي نقحناها، دي قايمه اولى في هذا الانفوجراف. قاطعوا هؤلاء، قاطعوا هؤلاء. تفضل. احيانا بل كثيرا يكون الغباء جندا من جنود الله. كأن الشارع الأمريكي لم يكتفي بغباء نعمة شفيق رئيس جامعة كولومبيا وما تسببت فيه من موجة احتجاجية طلابية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة وأوروبا وربما العالم أجمع. ها هي عارضة الأزياء الأمريكية هالي بيلي تشعل العالم غضبا بسبب هذه الجملة. Let's
دعوهم يأكلون الكيك. هكذا سخرت عارضة الأزياء الأمريكية من النشطاء والطلاب الداعمين لغزة جملة أعادت للأذهان مقولة يقال أنها قد غيرت مجرى التاريخ في فرنسا حين قالت ملكة فرنسا ماري أنتوانيت عن الجوعى: إن لم يجدوا الخبز فدعوهم يأكلون الكيك. فكانت هذه الكلمة إذن بسقوط حكمها ثم إعدامها لاحقاً. والآن بعد مرور 230 عام أشعلت عارضة الأزياء الأمريكية هالي بيلي العالم أجمع، فانطلقت حملة عالمية لمقاطعة أبرز وأشهر نجوم الفن وكرة القدم والأزياء والمشاهير في أمريكا وأوروبا. Today's blocks of the day are 1. Rihanna, you've been a little quiet from your mansion. 2. Drake, sell a Lamborghini and maybe we'll take you off. And 3. Honorary mention, Hailey Bieber, Nepo Baby, blocked! Today's blocks of the day are 1. Will Smith, 2. Sam Smith, 3. Doja Cat, blocked! والآن إلى العربي من المحيط للخليج. هذه بعض أبرز أسماء المشاهير العرب الذين دعموا إسرائيل والذين خذلوا غزة والذين ندعوكم إلى مقاطعتهم: المطرب تامر حسني، المطرب عمرو دياب، الفنانة المصرية إلهام شاهين، الفنانة المصرية يسرى، الفنانة المصرية ليلى علوي، الفنان المصري أحمد عبد العزيز، الفنان المصري كريم عبد العزيز، الفنان المصري أحمد السقا، الفنان المصري أمير كرارة، الفنان المصري أحمد حلمي، الفنان المصري منى زكي، الفنان اللبنانية نجوى كرم، الفنان المصري السعودي محمد هنيدي، المطرب السورية أصالة، المطرب الإماراتي حسين الجاسمي، المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، المطربة المصرية أنغام، المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الفنانة المصرية مي عز الدين، الفنان المصري بيومي فؤاد، المطرب السعودي محمد عبده، لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، الإعلام الإماراتي أنس بوخش، المطرب الجزائري الفرنسي سول كينغ. والقائمة تطول ولا حصر لها ممن قتلوا غزة بالصمت من مشاهير الفن وكرة القدم ومشاهير السوشيال ميديا أو دعموا شركات المقاطعة التي تساند جيش الاحتلال. هذا هو الجزء الثاني من حفلة البلوكات اللي بلشناها امبارح. أول شيء بلشنا بهي الليسة، بس الإشي اللي عليكم تعملوه أن تكبسوا على الاسم بخطكم طوال لهناك، حتى لو ما عاملين الفولو عملوا البلوك، بلوك على الانستغرام، بلوك على التيك توك، لأنه هدول العالم مش بس سكتوا عن إبادة شعب هلأ عم بتصير، لا كمان قاعدين بعملوا إعلانات لمنتجات حتى الأجانب استحوا قاطعوا. هدول رح تكون ليسة اليوم كمان، ما تقصروا فيهم، فوتوا عليهم واحد واحد، ما تقولوا له إنه هذا الإشي ما بيشتغل، لأنه في من هدول المشاهير بلشوا ينزلوا فيديوهات. ما إحنا نادر جانب أنت مرة فعلا صح، ناس حملة بلوكات لناس ما بتتكلمش، مش ناس دعمة يعني اللي ما بيتكلمش قبل اللي داعم. إحنا بقى عندنا رجال عملت لليبتون وعملت لشيبس وعملت لبيبسي وعملت لكله، وبرضه ما حدش عمل حاجة. فقالت لو أنت عمل لحد سواء عربي أو برا يعني خلي عندك دم، ودي باقي الليست. دي قايمة أولى بس، خلي بالك حتى لو أنت مش عامل له متابعة اعمل بلوك، اعمل بلوك. شفتوا حضراتكم المقاطعة اللي مصر بصراحة، مصر والأردن وعمان تصدروا أهم ثلاث دول كان تأثير المقاطعة فيهم كبيرة جدا، كمان دي تأثيرها كبير جدا. دي بعض الأسامي وليست كل الأسامي. هالي بالي عارضة الأزياء العالمية خرجت اعتذرت وقالت أنا أسفة، ما كنتش أقصد، حقكم عليا، ما كنتش أعرف أن كلمتهم كله كيك ليها ذكرى مريرة كده، ما كنتش أعرف أن الشباب الأوروبي والأمريكي واعي كده للسردية الفلسطينية، حاولت تعتذر لكن سبق السيف العدل وقرار تأديبها كان قد صدر. قالت هذه الجملة مع الأحداث اللي قاعدة تصير الأخوان لبرياض غزة، الله ينصرهم يا رب، الناس كلهم هاجموها لدرجة إن هي بنفسها طلعت واعتذرت بفيديو طويل قالت إنها ما كانت تعرف إن هذه القصة وراها الجملة. Love to use trending audios and sounds that people are currently using and this was one of them. عايز اقول لحضراتكم دي حملة لمقاطعة كل متخاذل وكل متعاون وكل صامت. ده فيديو فيه اسماء اكتر من 120 بلوجر عربي مشهور اما سكت على الاجرام في غزة او متعاون مع الشركات التي تدعم اسرائيل. اذا كنتوا مش متابعينهم رجاءا هتاخد منك ربع ساعة نص ساعة انك تدور على حساباتهم،
اعملوا لهم بلوك. دي قائمة مبدئية من 120. الفيديو ده هنزله لحضراتكم وانت توقف فهمني، عشان احنا كنا بنختصره ال 120 واحد دول بعناوين حساباتهم، هنزله لحضراتكم. مهم جدا تعرفوا ان الحملة دي مش عشان انت لو متابعهم تلغي المتابعة، لا، الحملة دي عشان تدخل بنفسك وتعمل لهم بلوك حتى لو ما كنتش متابعهم. ايه السيد عملت ايه؟ دايما بتتكلم عن فلسطين، حرام عليكي، احمد مالك دايما بيتكلم عن فلسطين. على فكرة تامر حسني كان بيشارك مع الهلال الأحمر. هل تعلم عزيزي المشاهد أن أمريكا بترمي مساعدات على الناس في غزة وفي نفس الوقت بتمد إسرائيل بترسانة كاملة من الأسلحة؟ كون المشهور بيتكلم عن اللي بيحصل في غزة أو فلسطين، حملة تبرعات أو ستوري أو بوست، وفي نفس الوقت بيعمل إعلانات لمنتج داعم، يبقى إيه الفرق بين اللي بيعمله الإنفلونسرز والمشاهير وبين اللي أمريكا بتعمله؟ بترميلهم مساعدات بالإيد اليمين وصواريخ وقصف وموت بالإيد الشمال. كون المشهور بينشر عن فلسطين، بيدعمهم وبيدعي لهم في ستوريهات، بيشارك الفيديوهات الفظيعة اللي جاية من هناك، وفي نفس الوقت تروح عامل دعاية المنتج، المنتج ده بيساهم بشكل مباشر في قتلهم، ما يفرقش خالص عن اللي أمريكا بتعمله. قائمة حذر المشاهير العرب نزلت، ويا الله ما أطولها، مش معقول، حوالي 90% من مشاهير العرب، ولو حكينا الأجانب مش فاهمين، بس أنتوا شو وضعكم؟ منيح اللي بلشت الحملة من عند الأجانب مشان نقلدها. هيك نحنا منكون نشتغل صح، هي المفروض تبلش من عنا، بس يلا مو مشكلة. بما أن القائمة كتير طويلة، أنا مشتهية لاقي المشاهير العرب يلي تضامنوا، هيك بتسهلوا الموضوع علينا ونعمل لهم فولو لكم بلوك لتفهموا شو الهدف من حملة الحظر. المشاهير أغلبهم بيعيشوا من الإعلانات، هاي لتفهموا، لو كان بيغني أو بيرقص أو بيمثل أو أي شيء، أغلبهم بيعيشوا من الإعلانات لأنه هي إيزي موني، وخاصة إذا كان وجه إعلامي لأكثر من براند. بيطلع دايتين بيطلع قد حفلة أو قد مسلسل 30 حلقة. أنت لما بتعمل له بلوك، أنت بتنزل الريتش والإنجيجمنت تبعه، أوكي؟ يعني مثل المقاطعة للشركات العالمية. فهيك الشركات اللي كانت تتعاقد معه بتعيد النظر فيه، وحتى الناس اللي كانوا يحبوه كمان بيعيدوا النظر فيه، لأنه أنت كفنان مو بس صوت أو رقص أو زرافة، لا، أنا بدي منك مبدأ، أنت شو من جوا حتى أنا حب يعني متابعتك، وممكن أنا أدفع مصاري روح أحضر لك حفلة. هلأ لفهمكم القصة كلها شلون صارت من وقت 7 أكتوبر. وقت 7 أكتوبر وصارت الأحداث، كانت فلسطين ترند، فنزل أغاني على التيك توك، هذا اللي رقص عليها، وهذا اللي نزل له تويتة هيك على الخفيف، وهذا اللي نزل له ستوري، لأنه تعرف البوست هذا حقه مصاري، مين بده يحاسب على الفاتورة. وبعدها قديش صار أحداث، قديش شهداء، قديش تفجرت مستشفيات، قديش أمهات بكيوا، قديش كان في صور بتكسر القلب من جوا. اشتهيت شي مشهورة أو مشهورة ينزلها هيك بالغلط، طيب ماشي ما نزلته بالحفلات والمهرجانات والجمعات وهالمقابلات اللي صارت معكم. اشتهيت شي واحد فيكم يترحم على الشهداء، ما ترحمتوا، طيب ليش؟ هون بقى انتوا بتستاهلوا الحظر. انا رح بلش من عندي، انتوا شوفوا مين بيستاهل الحظر. هلأ انا لقيت اسم مشترك بين كل الليستات، هي نانسي عجرم. انتوا شو برأيكم، هي بتستاهل ولا لا؟ وكمان أنا برأيي من الفنانين يلي تضامنوا ظلوا متضامنين هي جوليا بطرس، غريبة من نفس البلد. أنتوا شو رأيكم بالموضوع؟ قطعوا هؤلاء الأوساخ اللي دعموا أو صمتوا. اسمعش حد بقى يقولك أصل بتاع البنت اللطيفة اللي من شوية دي قالت لك ما تامر حسني كان بيتكلم على ما عرفش مين وبتاع، قالت لك أمريكا بترمي مساعدات، وما تقوليش أصل الحملة وأصل البتاع وأصل القصة وأصل الرواية، ما الكلام ده ما يتشالش من أرضه. الحملة دي تقدر تطبقها على المشايخ والعلماء اللي خذلوا غزة وسكتوا وهجموا المقاومة، سواء مشايخ العار في مصر أو السعودية أو الإمارات، زي عايد الجرني لمؤاخذة اللي بنطقه بالحق، زي وسيم يوسف السديس وزير الأوقاف في مصر،
محمد نوح القضاء في الأردن، عمرو خالد في مصر، أحمد الشقيري. أحمد الشقيري أنا متخيلش أحمد الشقيري يصمت، عنده عدد مهول من المتابعين وكان يحظى باحترام كبير جدا. أحمد الشقيري سكت. إمام الحرم النبوي صالح المغامسي: القائمة تطول بكل الذين تخاذلوا عن غزة. دي صورة لبعض لهؤلاء اللي خذلوا غزة. أبسط شيء أطحهم في رمضان. قلت لحضراتكم الناس اللي راحت الحج والعمرة، ومن كنا شايفين في تقديرنا المتواضع إنه يعني غالبية الناس اللي عملت حج وعمرة مكان الأفضل إن إحنا كنا نتبرع لغزة، لكن اللي راحوا الحج والعمرة في العشر الأواخر من رمضان، قلت لحضراتكم ما تصلوش ورا السديس وما تصلوش ورا من على شاكلته. دي أشكال نكسة، دي أشكال نكسة. ألعن حاجة العمم اللي فوق الرمم.